السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أشجان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ميدالية زي اللطيفة اللي معانا دي، تمام؟ أنا بحب كل فترة أعمل ميدالية جديدة أو أغير يعني الميدالية حسب الفصل يعني. فدي الميدالية اللي أنا بستخدمها للفترة الحالية، وهي سهلة ولطيفة جدا ومبتاخدش يعني لا وقت في العمايل ولا مكونات كتير. الحاجات اللي هنحتاجها، هنحتاج حلقة ميدالية زي دي، هنحتاج صوف عشان نعمل الكرات دي، وهنحتاج تصل أو خيط يعني عشان نعمل التصل دي، تمام؟ وطبعا هنحتاج الإبر وسطح العمل. يلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هناخد شوية من الصوف وليكن قد دول كده. الكمية اللي احنا هنشتغل بيها هتتحكم في حجم الكرة اللي احنا هنطلعها في الاخر، فلو احنا مش عايزين الكرة كبيرة مش هناخد صوف كتير. هبتدي ألفها كده، شيل الشوائب، هديها بس كده شكل كأنها كرة، وهبتدي بعد كده اخد الإبرة بتاعتي ولبد. بسم الله. كده اهي، انا دي كده بالنسبة لي الكرة دي راضية عنها، تمام. بنفس الطريقة بالظبط هنعمل من اللونين دول الاحمر والازرق كرتين كمان، ومن الابيض كرة صغيرة. انا هعملهم، تمام، اللي هما الكرتين اللي هما زي دي بالظبط هعملهم وارجع لكم تاني. دلوقتي انا كده خلصت خلاص الثلاث كرات عندي اللي انا محتاجاهم يعني علشان خاطر اعمل الميداليه. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الكرات الصغيره اللي هي زي كده دي عشان تبقى فواصل بين الحاجات وبعضها، بين الكرات وبعضها، تمام. وجبت الحلقه اهي بتاعه الميداليه اللي هنستخدمها. ممكن مكان الكرات اللي بالصوف نعمل خرز لو متاح عندنا يعني، تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شوية من الصوف يكونوا قليلين، دول ممكن يكونوا كافيين جدا، شوية صغيرين خالص زي كده، وهنلفهم بنفس الطريقة بحيث ان احنا نعمل كورة صغيرة تبقى فاصل بين الكرات. لو حد حابب يعمل من غير الكرة الصغيرة دي براحته طبعا جدا، بس انا الشكل كده عاجبني اكتر. هي كده بالنسبة لي كويسة. اشوف بقى حجمها كده بين الكرات هيبقى عامل ازاي. وليكن نعدي الإبرة كده، لطيفة، هي حجمها مش وحش. هعمل كمان اتنين منها وارجع لكم. كده احنا خلصنا التلات الكرات الصغيرين اللي هنحطهم بين الكرات الكبار، ومعانا كده حاجاتنا جاهزة. المفروض الخطوة اللي جاية بقى ان احنا نبتدي نشبك الحاجات في بعضها ونعمل التصل. التصل عملها سهل جدا، وفي فيديوز كتير قوي على اليوتيوب بتعملها، فاعتقد ان احنا مش محتاجين نعملها مع بعض. بس في خطوة حابة اوريها لكم. يعني انا هنا لفيت الخيط عادي خالص زي ما بنلفه للتصل، لسه ما قصيتهوش حتى اهو، تمام. وربطته من هنا، الخيط اللي ربطت بيه من هنا خليته طويل شوية وحطيته ايه، لضمته في الابرة. ما تتخضوش من حجم الابرة، بس انا مش لاقية ابر الصغيرة فهتعامل بالمتاحة.
تمام. وهبتدي اعمل ايه بقى؟ هقول بسم الله مثلا، ده الترتيب اللي عاجبني للكرات، لطيف. هروح جاية مدخلة اول ابرة، اول بتاع، بحاول ان انا اعملها من النص على قد ما اقدر عشان تطلع شكلها جميل في النهاية. بسم الله، دي مش من النص فمعقولة كده، ماشي. واروح جاية حاطة فوقها واحدة من البكرات، من الكرات الصغيرة اللي احنا عملناهم دي كده اهي، برضو بحاول ان انا اخليها من النص قدر الامكان كده، تمام. وبعدين هدخل ال اه لا في غلطة، انا المفروض ادخل كرة الاول عشان تبقى بين التصل وال، نلاقي بقى فين الفتحة، عشان تبقى بين التصل والكرات شكلها احلى. وندخل دي كده ان شاء الله تبقى مظبوطة. وبعدين ادخل كرة كمان اهي، وبعد كده الكبيرة يعني، تمام، مش وحش. هدخل اخر واحدة في الصغيرين، هي الابرة طبعا تخينة فما بتبقاش سهلة، واخر واحدة في الكبار اهي. اطمن بقى كده ان شكلهم مظبوط وعجبني وتمام. هروح مزحلقاهم بقى، مدخلاهم فين؟ على الخيط بالراحة كده، واحدة واحدة، تمام. وهشد أشد 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 لحد ما نوصل عند الجزء بتاع التسل. طيب بعد كده الخطوة اللي جاية هعمل ايه؟ نفس الخيط ده هاخده واخد الحلقة دي وادخله من هنا كده اهو عشان اشبكه هنا يعني، واروح راجع تاني بالخيط اللي انا عملته ده من جنب الحتة دي اللي انا دخلت منها اول مرة، اروح راجع بالإبرة علشان تبقى الخيط متين يعني، وما تفكش او تتقطع بسهولة لا قدر الله. اخر كورة معانا في الكبار، اخر كورة في الصغيرين اهي، وكده نقدر نطلع الابرة بتاعتنا منهم كلهم تاني اهي. معركة مش ابرة. تمام، هتأكد بس ان الخيوط بتاعتي متظبطة ومشدودة، الطرف الأولاني اللي أنا دخلته مشدود والجديد اللي أنا خارجة بيه مشدود علشان يبقى الشكل كله في النهاية جميل أهو كده أهي كده، تمام. دلوقتي آخر خطوة هعمل ايه؟ أشيل الإبرة دي دلوقتي على جنب مش بتعورنيش. الخيط اللي أنا طلعته ده هنا أهو، هحطه مع الخيط عادي خالص بتاع التسل بتاعتي عادي جدا كده اهو، تمام. وهظبط التصل وهبتدي اعمل اخر خطوة فيها اللي هي ان انا الف طرف خيط عشان اربطها من هنا. هجيب طرف الخيط اهو عادي، هعمل كده وهبتدي الف الخيط من هنا كده هقص بقى الطرف ده كده اهو واشيل الخيط ده من هنا خلاص مش محتاجاه، والطرف اللي احنا كنا عاملينه هنا علشان التصل من البداية ده ندخل فيه ده كده، تمام.
وده اشد كده وادخله شوية عشان ما تفكش مع الزمن. هقص بقى دي كده خلاص ودي كده خلاص، ممكن اسيبها والله هنا ما عنديش مشكلة فيها. ومن تحت بقى هقص اللي انا ما كنتش لسه قصيته ده. خلينا ناخد المظبوطة دي الخيط اللي انا عاملة بيه اصلا مزعج جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني، بس انا بحبه عشان لمعته، لكن هو الشغل بيه مزعج قوي. اهي كده نبقى احنا خلصنا مع بعض الميداليه اللي احنا عملناها مع بعض اهي. نشيل الفرشه عشان تبقى باينه، دي الميداليه اللي احنا عملناها مع بعض، ودي ميداليتي انا اللي بستخدمها حاليا اهي. حابه اقول ان الميداليه دي ممكن نعملها باشكال تانية وتبقى لطيفه جدا. بنعملها ازاي؟ بتبقى زي فواحه ممكن تتعلق سواء في الدولاب او في العربيه. لو هنعلقها في العربيه الخيط اللي احنا عملناه من هنا ده هنعمل عقده من فوق ونعمله طويل شويه ونعلقه على مرايه العربيه، وممكن نحط بدل الميداليه دي نحط مشبك صغير ونعلقها بيه على الفتحه بتاعه التهويه اللي جوه العربيات. تمام، الافكار كتيره يعني وسهله، وعلى فكره هي مشروع اصلا بتتباع يعني، في ناس اساسا على اتسي بتباعها وبرقم يعني خض يعني، فتقدروا تستخدموها بالشكل اللي يناسبكم. ويا ريت لو عجبتكم تعملوها وتشاركوني الصور على الانستجرام او الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.